نعم شكو. أول موضوع عندنا اللي هي الضرورة. شنو هاي الضرورة؟ هاي الضرورة يا شبابنا الأعزاء تجينا في حالة الاختيارات، إذا لقيتوا سيت وسلو وكرايم. إذا لقيتوا سيت وسلو وكرايم راح تجينا في حالة المثبت. طيب أستاذ، وإذا لقينا بيك وبترول راح تجينا في حالة النفي. زين أستاذ، إذا لقينا ماست والعفو، إذا لقينا ليتا و شنو نسيتها، راحت ليتا وسموك، راح نخليها في حالة المصنت. هاي الفقرة الوحيدة اللي أريدكم تحفظوها. بس أستاذ شلون شلون نجي إلى ميلا؟ كم هير ميلا؟ ميلا بالامتحان جتش هاي الجملة وقالتش يلا يا ميلا تعاي سولفيدنا شنو سالفتها. فانت هنا بصفتك طالبة محسوبة على العراق، وانت ان شاء الله رفعت راس العراق. راح تسوين اختار هنا لقينا نختار نيتو لقينا هنا فعل تتبقى على صفحة. اي عيدي عيدي، ما سمعت انا ما سمعت. ما شفتها استاذ، يعني هلا جايتش بالامتحان باكر تقول لهم ما شفتها؟ ها اركز وجماعه ركزين هنا. اليوم تعبتكم انا والله، طبيت فيكم زايد. اه استاذ والله بعكس احنا تعبنا. زين نجي الى الموضوع الوراء اللي هو الاكسبكتيشن. هذا من كثر ما احكي عليكم المفروض انتم هذا حافظينه. ايش بيستاد الاكسبكتيشن؟ تعال هنا أنا. اولا راح ننزل الجمله الاولى سهله، وبعدين انزل الجمله الثانيه. الجمله الثانيه بها فقرتين، تعال نسويها على شكل جدول هاي الفقرتين. الجمله الثانيه وين راح الفقره؟ دقيقه اوكي اها اي شنو هاي شنو ها تمام. هاي الفقرتين بعد ما نزلت الجمله الاولى اكو فقرتين اساسيات. اي شنو لنا دقيق بس خلينا نرفعها. اي اذا لقينا الاي ثينك، اذا لقينا الاي ثينك احذفها ونقلب الول الى شود. اذا لقينا الاي ثينك احذفها واقلب الول. شنو هاي شنو هاي اوف اوف تمام، واقلب الول الى شود. واذا لقينا الاي دونت ثينك احذفها واقلب الول الى شودنت. عيدها استاذ، اعيدها اعيدها اعيدها. ننزل الجمله الاولى نزلناها، نروح للجمله الثانيه. اذا لقينا اي ثينك احذفها ويقلب الول الى شدنت، واذا لقينا اي دونت ثينك احذفها والعفو شو هنا يقلب الى شدنت. شويه خربطه ثاني. شلون استاذ شلون؟ انا اقول لكم شلون. نجي الى زهره نيسان. تعاي زهره. يلا وياك استاذ. زهره يا زهره يا زهره، اجينا ولقينا هاي الجمله. استاذ بعد نسيت فقره البي. خلينا نركز بس على الاساسيات. يلا زهره ايش راح نسوي؟ احنا عندنا اي ثينك نحذفها، انزل الجمله الاولى وهاي الاي ثينك احذفها. اي الول شو تصير؟ شد ونكمل لايك ذا اير فورس. طيب نروح وين؟ نروح ل سجاد. استاذ مثال والله نعسنا. نسوي تصويت تردون نتوقف؟ لا استاذ كمل مش هسوى جاي اشرح سريع الله شاهد. يلا سؤال سجاد. نعم استاذ تفضل. سجاد على السريع طينا مجال هركز. I think نزل الجملة الأولى كما هي، نزل so اي I think تحذفه. تمام عندك هنا I will شو تصير؟
مفرد. والله صير شوت يا عيني. والله شوت. طيب نجي إلى موضوع ثاني. شو اسم الموضوع الثاني؟ اسمه الجيت واسمه الهاف. هذا الجيت والهاف يجينا هو يجيب لنا جملة ويقول لي أعط صياغة الجملة باستعمال جيت وهاف. راح نخلي الفاعل، خلينا الفاعل ورا الفاعل راح نخلي جوت أو نخلي هاد، تمام. وراها راح نخلي المفعول به، راح تلقوا نهاية الجملة، تمام. وقبل الأخير راح تلقون الفعل، هذا الفعل سووه تصريف ثالث. زين شلون استاذ؟ She asked me to wash the car. بنين، أعط صياغة الجملة باستعمال الجيت. سولفينا بنين، حافظ التفاصيل مالتهن لو لا؟ حافظ التفاصيل لو لا؟ ننزل الفاعل. من هو؟ نخلي جود. من هو الفاعل؟ من هو الفاعل؟ شي. الهي ما عندي هي. شي استاذ. نزلنا الفاعل اللي هو الشي، وراها جود. جود وراها she got مفعول به the car. The car وراها تصريف wash. عاشت ايدش الواش تصير washed. تمام نروح لمن؟ نروح الى بنين. لا وين هي بنين؟ هاي ميلا. نعم سر. You cleaned my yard. أعيدي صياغة الجملة باستعمال الجيت. أستاذ نزل اليو. نزلنا. أوقفي. هلا بالفلة وبالجاينة هلا. ليش يما هي؟ الفاعل نجده قبل الاست، واذا ما لقينا الاست نجده بعد التو، واذا ما لقينا تو يقلب الضمير. من هو الضمير استاذ؟ الما يصير هاي، والهي الهز العفو الهز تصير هي، والهيرش تصير شي، والذي تصير ذا العفو الذير تصير ذي. ليش يمه خوش الجيت والهاف تنزل ما عدنا بيها شي، المفعول به نجده نهاية الجملة، والفعل يقلب تصريف ثالث. تفضل استاذ. هنا الماي تحول الى اي. اي الجيت تصير جوت، تمام. المفعول به يصير اللي هي ماي ورد. ماي ورد ماي يارد. ماي يارد. اي كملي. والفعل نفس الشيء. ليش ما انتبهت عليها؟ شلون تنزلين اليو؟ شلون ما خفت من ربي؟ ها شنو معنى ماي يارد؟ الساحة. ها يقول أنت نظفت ساحتي. استاذ بس ماكو هذا هيك من تجيني هيك هيك ترى إنه براسي يجوز. أوف نجي هنا عندنا ميك السببية. ميك السببية راح نخلي أول مرة السبب، ورا ما خلينا السبب راح نخلي ميت، ورا ما خلينا الميت راح نخلي فاعل، ورا ما خلينا الفاعل نخلي فعل مجرد. استاذ نعم شلون شلون ما افتهمنا. اوكي نجي اول مرة ننزل السبب. السبب استاذ وين القاه؟ هو مبين هو اسمه سبب، يعني شنو؟ يعني نجده بعد بيكوز، وراها نخلي ميت. ها بس دير بالكم تلقونه ورا البيكوز يحتوي على أن وذي. خوش وراها ننزل الميت بها تفاصيل. لا وراها انزل الفاعل اللي هي صير هم، شي صير هير، ذي صير ذم، الوي صير اس، والاي يصير مي. زين استاذ سؤال، ها
واذا ما اجى واحده من ذني نزل الفعل مجرد. بس شلون شلون I go to the class because of the test. يلا زهرة نيسان. يلا وياك استاذ. جملة السبب اللي هي the test. The test. ننزل الميت. ميت. عندنا I صير مي. I صير مي. والفعل يصير مجرد. والفعل يكون مجرد. Go نفسه. Go to this class. Go to class. استاذ شنو هو المجرد مالت الgo؟ هو نفسه go to class. To the class. طيب هذا من هو هاي ميك السببية وهيش حالة. ها بس عندنا حالة شاذة دائما تجي. شنو هاي الحالة الشاذة؟ هم ما تنميت. بس إذا لقيت told me to تقلبوها إلى made me. مثلا My father told me to cook the fish. أعيد شنو هاي؟ My father told me to cook the fish. هنا أنا قال لي صياغة الجملة باستعمال make. كل شيء ما سوون. تلحون ذن ثلاث كلمات told me to نقلبها إلى made me. هاي هي.